طولي بخانم الفستان جاهز. شكرا لك على إيه لو سمحتي. فيكي تطلعي. يلا بالإذن. ليكي استني. سهرة سعيدة. جهاد، جهاد ممكن فوت؟ طيب بس فهمني أنا بشو غلطت لحتى زعلان مني؟ جهاد، لك جهاد بتعرف إنه أنا خطبتي اليوم؟ ليك إجيت لشوفك لأنه بعدين بتلومني وبتعاتبني لأنه ما بجيب شوفك بالمناسبات الحلوة، مظبوط؟ جهاد يلا لو سمحت اطلع بقى كرمالي افتح شوي. يلا لشوف يا احلى عيلة، انتوا جاهزين؟ ايه جاهزين على الاخير. خير، ليش ما جهزتوا حالكم لهلا؟ جيهان يلا اختي، اليوم خطبة اخوك نسيتي؟ مجد هي اول مرة بشوف خطبة بين الاهل وهيك على السكت. شو مو عاجبينهم للجماعة لحتى ما عزموا حدا؟ شو عم نسرق؟ خلص ناسكتي، يلا جيهان قومي البسي بسرعة. يلا روح ولبس ابوك بالاول مجد افندي. لا تقولي لي انه تقل بالشرب. والله ما شفته هو عم يشرب، وامي كمان قالت له لا تشرب لانه اليوم عندنا خطبة. بابا لك بابا قوم يلا فيه. روحي اتصلي بالجماعة وقولي لهم ما فينا نجي، خلينا نأجلها لبكرة. اليوم رح تصير الخطبة، روحوا البسوا يلا، روحوا غيروا ثيابكم يلا. عود شربت قصدا لتنزع خطبتي ما هيك؟ صح صح يلا في يلا. اليوم ما رح خليك تشرب بالمرة. يا ربي دخيلك. ما شاء الله عليكي. شايف شعرك اللي صار لازم نظبطه من الاول. ارجع اعمل لك الاطراف كمان اختي. لك لا خلص اختي خلص، والله ضيقتولي خلقي هيك منيح كثير وحلو. بتعرفوا طلعت هالمخلوقه ما بتفهم. قصدي توليب خانم وقفي لشوف، بلكي غيرانه منا. لا تنسوا يا جماعه انه هاي المخلوقه لهلا ما تزوجت. لك شو جاب سيرتها؟ خلص عم قلكم اسكتوا مشان الله من غير شي، انا متوتره. يعني شو ما حدا بيصير يحكي عليها قدامك؟ اللي عملته فيكي ما بينحمل. ما بدي ما بقدر. خلص ما بدي. بابا يا ريت لو امكم كمان بيناتنا. يا ربي مظبوط بابا يا ريت. ايه شو صار لكم هلا؟ لسه في وقت كتير للعرس، شو بدنا نبلش من هلا نبكي؟ يا عيوني انت، انت عمري. انت جاهزة؟ شو رح نعمل؟ روح البسي برجلك. روح افتحوا ولا انا يلا افتح. يلا بابا اهدى اهدى وانت يلا مساحة. يلا وحدة تفتح. يلا 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 خلصنا بقى. يلا بابا استعجلوا استعجلوا. Thank you.
ست ناجية بتحبي حط لك كمان كبة؟ تركينا يا بنت من الكبة والقصص، شو ما رح نلبس الخواتم؟ خلصونا لنمشي بقى، بدنا نروح. الصبر من عندك يا رب. أنا محضرتهم، رح روح جيبهم. يلا صوري. ألف مبروك. ألف مبروك يا أولاد. الله يبارك فيك. بوعدك ما يتكرر هذا الشي عمي، رح اسعدها وكون جنبها لآخر حياتي.